سكان ولاية ميشيغان الأمريكية يشاركون صوراً لظهور الشفق القطبي الذي زين السماء لساعات. كان سكان ميشيغان محظوظون وذلك بسبب ظهور الشفق القطبي بشكل مفاجئ، وتمكن المكسرين منهم من التقاط صور تخطف الأنفاس، حيث التقط تايلر لبراندت العديد من الصور للشفق القطبي فوق منارة ميشن بوينت في مدينة ترافيرس. ووفقا لوكالة ناسا، عادة ما يتبع عرض الأضواء الشمالية الزاهية بعد أيام قليلة من الأحداث الشمسية والمعروفة باسم الانبعاث الكتلي الإقليمي. شاهدوا الصور وتمتعوا بالمنظر الجميل. شكرا لمتابعتكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. باي باي.